علي، بدي اعتمد عليك، مو طالع بإيدي شي. انت اللي بدك تتصرف وتنهي الموضوع. العملة اللي عملوها لازم يتعاقبوا عليها، عم تفهم؟ بدك تقسي قلبك لأني أنا مستحيل ارتاح قبل ما يتحاسبوا على جريمتهم. يلا انتهى وقتكم. بس دقيقة. ما في داعي تصفن، نفذ يلي عم قلك عليه، لأنه يلي بيخدعك بهالطريقة ما لازم ترحمه أبدا. أنا معتمد عليك علي، رح أحكي مع عمك بسام ليساعدك ويلاقي لك شي سلاح. المرة الجاي لوقت تزورني لازم تكون أخذ قرارك. أحسن ما تضل عايش بالعار كل حياتك. لازم تنهي هالقصة. بدي اعتمد عليك، مو طالع بإيدي شي. انت اللي بدك تتصرف وتنهي الموضوع. العملة اللي عملوها لازم يتعاقبوا عليها، عم تفهم؟ بدك تقسي قلبك لأني أنا مستحيل ارتاح قبل ما يتحاسبوا على جريمتهم. الفرصة يلي كنا ناطرينها من زمان اجت لعنا. ايه بوران، علي صار بيعرف بزواج سارة وسليم. الولد مصدوم طبعا، وبما انه متضايق وقلبه مليان منهم، انا استغليت هاي الفرصة وحرضته وعبيت له براسه ليتصرف ويغسل هالعار ويرجع يعيش معك. هيك لك، بس علي مستحيل يعملها ويقوس امه جابر، ما بظنه يقبل. بصراحة هو ما جاوبني ولا بكلمة، بس أنا رح ضل عبي براسه ليعملها. هو بيعرف عاداتنا، العار عنا ما بينغسل غير بالدم، وهن لازم يدفعوا ثمن يلي عملوه. مفكرين هيك يضحكوا علينا ونتركهم يعيشوا حياتهم؟ أنا قلت له لعلي إذا ما تصرف رح يضل موطي راسه كل حياته. أكيد هو هلأ عم يفكر، وأنا بصن بعد اللي قلت له إياه رح يوافق. بتمنى من كل قلبي إنه علي يرجع ويعيش بيناتنا، بس بصراحة ماني مطمنة جابر. قلقانة من فكرة إنه علي يحمل سلاح ويتورط بجريمة. وليش لتقلقي بقى؟ هيك هي عاداتنا وتقاليدنا، الموت هو جزات هيك جريمة. بعرف هاد الحكي. ماشي، أنا كل يلي بيهمني إنه بالنهاية ابني يرجع لحضني. رح يرجع، خلص طمني، لأنه أصلاً ما عاد عنده حجة ليضل هون ويبعد عنك. وهي رح رجع لك علي لحضنك وفرحك وريح لك قلبك. شو لسه بدك أكتر من هيك؟ ما بدي شيء أبدا. انهي هذا الموضوع وانتبه ما تغلط أي غلطة، ودير بالك على علي. ها ايه فهمت، خلص لا تقلقي، ما رح أغلط ولا غلطة. وعلي صار شاب وما بينخاف عليه، ولبين ما ياخد قراره ويتشجع رح استغل الوقت وأحبق القصة. وهلأ رح أتصل مع أخي بسام منشان يساعد علي ويأمن له سلاح، بلكي منخلص بأسرع وقت. ماشي، منحكي بعدين، هلأ خليني روح أحكي مع بسام. يلا يلا، سلام، الله معك.
ألو بسام؟ أهلين. خير خير خير. عاوزك بخدمة على السريع، اسمعني منيح وفهم علي. بدي اياك تأمن لي سلاح وتعطيه لعلي بأسرع وقت. سلاح؟ وعلي شو بده فيه؟ انت عمل يلي عم قلك عليه من دون أسئلة، افهم علي شو عم قلك. بتأمن لي السلاح وبتحاول تتواصل مع علي بأسرع وقت وبتعطيه، ما بدي ولا غلطة، بدك تكون كتير منتبه مشان ما حدا يشوفكن، تمام؟ ليش من وقت اللي طلعت من عند أبوك وأنت ساكت؟ شو اللي مضايقك؟ شو حكيتو؟ خلص راوية ما فيني شي. إذا ما فيك شي ليش هيك ساكت وصافن؟ أكيد أبوك حكالك شي وزعجك، بس ما بدك تقلي. ما في شي مهم، بعدين بشوفك روحي. أكتر من مرة أجوا ليأخذوا مصاري، واليوم لأني ما عطيتهم جنوا وصاروا يضربوني، بس الحمد لله أنه هنن أجوا لحقوني، خلصوني من إيديهم وأخذوني على المشفى. يمكن لو ما أجوا بالصدفة كنت أنا ميت. الله يجزيكم كل خير. تركت المحل مسكر ونص الأغراض بالأرض، لازم روح رتب وسكر. بسيطة لا تأكل هم أنت. طمني شلون صار وضع رجلك؟ ما فيها شي لا تأكل هم، شغلتها بسيطة. بدي عزبك تروح على المحل وترتب هالأغراض من بعد إذنك. ماشي تكرم بابا. إذا تعبان لا تعذب حالك، سكر المحل وارجع. رح رتب كل المحل، خلص اطمن. الحمد لله على سلامتك، المصاب اطمن عليك. يكتر خيرك ما قصرت، الله يحميك يا ابني. أنا ما عملت غير الواجب. يلا فيكو امشي نطلع سوا أنا وياك. يلا يلا. علي هاجر، صدقتي كلامي؟ آخر طحن قلبه لعلي ورجع على البيت. شغلت بالنا عليك. هلأ فهميني، انتي اكيد خبرتيه وفهمتيه كل القصة؟ ايه طبعا، قلت له انه هن كل الوقت كانوا عم يكذبوا ويضحكوا عليك ويخدعونا كلنا، المفروض بحياته ما يسامح امه بعد ما سمع هالحكي. بس هو شكله ما عمل شي لهلأ، ولا كأنك حكيتي معه. يا خوف يكون ما تأثر اصلا، بتلاقيه هلأ قاعد مروق ولا على باله مع امه وابوه الجديد. لا مستحيل امي، كيف يعني ما صدقني؟ مثل ما بدك، لنشوف شو رح يعمل. صح رجع بس لساته متضايق، لا طلع فيني ولا حكى ولا كلمة. بدك تطولي بالك عليه، أهم شي هلأ أنه رجع على البيت. روحي لعنده وخدي له الأكل، وبحجة الأكل حاولي تراضيه وتفتحي معه الموضوع. بس غطي الطنجرة. Thank you.
انبسطت كتير لأنك رجعت. أنا بعرف إنك مجروح وإنك معصب كتير ومتضايق مني. حقك تنصدم من اللي عرفته، بس صدقني مو متل ما لك مفكر. كل شي عملته كان مشانك أنت ولنقدر نعيش أنا وياك بأمان. ما تقصد تكذب أو خبي عليك الموضوع، كنت ناطرة الوقت المناسب لخبرك، وأكيد إذا ما وافقت أنا رح أنهي كل القصة. مستحيل أعمل شي بلا موافقتك. أنا عايشة حياتي كرمالك، وما عندي أغلى منك بكل الدنيا. حاولت أحكي معه بس ما رد ولا طلع فيني. شكله مصدوم وماله متقبل الموضوع أبدا، ما قال ولا كلمة، وأكيد علي ما رح يسامحني على اللي عملته. لو ما بده يسامح ما كان رجع على البيت، بس أكيد الموضوع بده وقت. لهيك هلأ اتركي ولا تضغطي عليه، مع الوقت كل شي بينحل. المهم إنه رجع واطمنا عليه، هو هلأ بحاجة شوية وقت ليفكر ويستوعب القصة. صح، بدك تهدي لبين ما يتحمل القصة. أنت برأيك بما أنه رجع يعني ممكن يسامحنا؟ مو مرتاحة. لا تفكري بشي، المهم علي رجع على البيت واتطمنا. روحي سارة وخبري سليم أنه علي رجع لهون. الحق معك، التهيت بعلي ونسيت أني خبره. أهلين سليم، علي رجع على البيت. ايه تمام. طيب وحكى معك شي؟ لا ما حكى ولا كلمة، فات على غرفته وما حكى أبدا، بس المهم هلأ إنه هو رجع لهون، يعني في أمل إنه يسامحنا. الحق معك، رجعته على البيت معناته إنه ممكن يتقبل الفكرة. خلص انت اطمني، أكيد القصة بدها تاخد وقت لحتى يستوعبها، لهيك اتركي ولا تضغطي عليه، أنا بجي وبشوفه وبلاقي لي شي طريقة لحتى نتفاهم. ايه والله يا ريت تجي تحكي معه، انت بجوز تلاقي طريقة لحتى تخليه لين شوي. ما بتصدق قديش انبسطت وقت شفته فايت سليم. ما بيهمني بهالدنيا غيره، ما بقدر على زعله أبدا، هو كل حياتي. انت اكتر واحد بتعرف قديش ضحيت مشانه. بعرف سارة، لا تاكلي هم، خلص اطمني، اكيد مع الوقت رح يتقبل الوضع. خلص انا بمرق لعندكن وبحاكي، يلا ما تطول. تمام، بس لقلك كمان وانا عندي مشوار ضروري، لازم روح شوف جابر احسن ما يروح علي يشوفه وتكبر القصص. اذا بتحبي بروح معك وبحكي انا مع جابر. ما في داعي، بروح لحالي وبحكي معه، بفضل انه جابر يسمع الحكي مني. مثل ما بدك، معناتها خبريني شو بصير معك، لا تشغلي لي بالي. ماشي، لا تشغل بالك، بخبرك. ها
هلأ صارت كل الأمور واضحة. هذا اللي اسمه سليم كان حاسب كل الموضوع وعم يخطط لكل شي من البداية. هو اللي خطط لحتى يحبسني ليفضلوا الجو وياخدك أنت وأمك من بين إيدي. لهيك منعنا وقف بطريقنا من شان ما نرجع. صح أنا محبوس هون، بس أنت حر. أنت رح تعمل اللي لازم ينعمل يا علي. متأكد أنك بتعرف عاداتنا وبتعرف كيف بدك تغسل هذا العار. ألو علي، أنا أمك بسام، كيفك؟ أنا منيح الحمد لله. حكى معي أبو مشان أعمل له شغلة وأمنت له إياها. أمانة صارت معي، إمتى رح تجي؟ مو أنا أخذت منك الشخص اللي بتحبيه، أنت اللي طفشتي وبعتي عنك بسبب كذبك وألعيبك وحقدك. سليم كرهك وبعد عنك، عم بشفق عليكي، ما عم حس تجاهك غير بالشفقة. كل ما عم بسمع صوتك عم بتضايق. أنت كيف صرتي هيك؟ قديش كنتي عم تمثلي؟ بدي دفعكم تمن الشيء اللي عملتوه فيني، كتير غالي. ما رح أنيكم بحياتكم طول ما أنا عايشة. أسيل، شو يلي معصبك هلأ؟ بدك تطولي بالك. اللي عم يصير مو معقول. كيف بعد يلي سمعوا ما عمل لهم شيء؟ أنا عم جد حجن على آخر. الشيء اللي قلت له يا بيخليه يجن ويروح يقلب الدنيا كلها فوق راسهم، بس مو هاد يلي صار. رح أجن ولا كأني حكيت شيء. اهدي بنتي، طولي بالك، اهدي، بلكي بكره منسمع شي خبر. وين الدواء تبعي؟ روحي جيبي لي اياه. تكرمي، هلا بجيب لك اياه. خدي. اشربي لقلك، بس لو تعرفي شو هو هالدواء. هالدواء اللي عم تاخديه هو اللي رح يجننك أكتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تقبل الله ومنا. كيفك؟ الحمد لله بخير. تقبل الله. كيفكم؟ منا ومنكم. منا ومنكم. كأنه ما أجوا الأولاد على الصلاة؟ طبعاً ما رح يجوا، بعد ما أكلوا بهدلة من السيد كريم ما عاد يدوسوا الجامع بعد اللي عملته. بشو غلطت؟ تفضل قلي. هاي صلينا على رواق من دون ما حدا يزعجنا، يعني بدل ما تجي وتشكرني جاي تحكي هالحكي هاد. الله يسامحك. تعرف أنه بالجامع القديم اللي كنت فيه كان في واحد يقلي شغلة ما بنساها، إذا ما سمعت صوت الأولاد وضحكتهم وشفتهم بالجامع وقت الصلاة بخاف يجي يوم ويفضح الجامع. لا تزعل منا، بس أنت غلطت، هدول الأولاد
إذا بطلوا يفوتوا على الجامع فبيكون ذنبهم برقبتك. خلاص بسيطة، متأكد إنه العم كريم ما كان قاصد. وكل شي بيتعلمه الولد وهو صغير بيضل معه ليكبر وبيصير جزء من عاداته وحياته، لهيك إذا نفروا من الجامعة منخاف يجي يوم وما نلاقي حدا عم يصلي فيه. عرفت قصدي عم كريم؟ تفضل أخي. يسلم، تفضل. الله يرزقك ويعوض عليك. أنت شغيل تحسين الجديد؟ أهلين أخي حسين، خليني عارفك، هاد ابني فكرت. فكرت، شرفت فيك. وأنا تشرفت فيك أخي. يلا أنا بستأذن. جبت لك معي شوية أكل. والله أجوب وقتهم، لأني بصراحة جعت كتير يا أمي. أمي، اليوم الحمد لله كان في شغل منيح، وهي الغلة يلي طلعت خديهم معك. لو تعرف أنا قديش حلمت يجي هاليوم وشوفك ناجح بحياتك وما يضل مشغول بالي عليك واهتم فيك وطعميك من أكلاتي. يا عمري، ما بدي غير ضل مطمني عليك وتكون أمورك منيحة. حبيبي الله يحميك. تعرفي أني دائما كنت أدعي أنه الله يجمعني مع الناس الطيبين يلي ما بيريدوا لي غير الخير، وهي الله بعت لي الأستاذ سليم. لولا ما كنت رجعت لكم، كنت ضعت وخسرتكم. يا عمري حبيبي، يا روحي أنت. قالت لي إنه علي رجع على البيت، بس ساكت وما أنا رضيان يحكي ولا كلمة. بس معلش، منيح، بكفي إنه رجع على البيت وطمنت عليه أمه. رجعته برأيي تعني إنه بلش يهدى، ومع الوقت رح يتقبل الحقيقة. شو رأيك؟ الوقت كفيل إنه يحل كل شيء، وأكيد رجعته على البيت بتعني إنه بلش يهدى ويفكر صح. إن شاء الله، أنا بتمنى إن شاء الله. أنت بتعرف إني ما بحب زعل علي مني ابنه، عن جد هو كتير غالي علي. ما صار الوقت المناسب لتفتح الموضوع مع عيلتك؟ برأيك صار لازم؟ ايه أنا هيك رأيي. شو ناطر لتخبرهم؟ يصير فيك مثل ما صار مع علي؟ يروحوا يسمعوا القصة من الناس ويلموك لأنك ما خبرتهم؟ ضليت تأجل وتستنى الوقت المناسب لتخبر علي، لحتى إجا حدا خبره سبقك. ايه فعلا، رح أحكي مع علي وأخذ موافقته بالأول، وبعدين رح أخبر عائلتي. ما رح أجل الموضوع أكتر من هيك. إن شاء الله إن شاء الله تمرق هالفترة على خير وتنحل هالمشاكل. ايه مرق عليك أكتر من هيك، وهي المشكلة كمان رح تتجاوزها وتكمل. ما في شي بيجي بسهولة بهالدنيا، إن شاء الله بعد فترة بتكون تجوزت وبتجي بتحكي لي عن عيلتك. إن شاء الله يا ريس، كامل إن شاء الله. سارة خير إن شاء الله؟ ليش وشك معكر هيك؟ شو صاير؟ بس ما يكون علي صار له شي؟ لا علي منيح، ما في شي، لا تقلق. بس بدي أحكي معك بموضوع تاني. ايه تفضل احكي، عم بسمعك، احكي يلا. جابر انا نحن انا والاستاذ سليم
قررنا أنه نتزوج. وعلي بيعرف بهذا الحكي ما هيك؟ ايه بيعرف، حكيت معه. اول شي عصب بس بعدين رضي. يعني بفهم منك انه ابني موافق انك تتزوجي استاذه وتعملي معه عيلة، صح سارة؟ ايه، لانه علي رح يكون جزء من هالعيلة جابر، واكيد لو مانو موافق ما بفكر بالقصة اصلا. ما بدك تحكي شيء؟ شو بدي أحكي؟ ها؟ إذا عم تقولي إنه ابني موافق معناتها ما عاد في داعي أنا أحكي أو أعطيك الرأي. الله يهنيكن. الحكي اللي لازم احكيه مع علي مو معك انت. شوية وقت وبتعرفي إنك عم تحفري قبرك بإيدك. خلص شغلتك ورجع لي إياه. جهزت لك أمورك. أنا رح وصلك على حدود لتطلع من البلد، وهنيك حدا رح ياخدك من طرف بوران. اتفقنا؟ عم بحكي معك علي، أول ما تخلص لازم تراجع. أي غلطة ممكن إنك توقع بورطة كبيرة، فهمت علي؟ خبيه بقلب الجاكيت بلا ما يشوفه حدا. يلا مشان أبوك يرفع راسه فيك. يلا هالإنسانة ما في بأخلاقها وطيبتها، لهيك حبيتها وتمنيتها تكون زوجتي. صدقني لو هي من نصيبك ولو مكتوب لكم تكونوا لبعض، ما في شي بالدنيا بيفرقكم، رح تكونوا لبعض بالنهاية. انت بتعرف الدنيا بتقسى علينا لتختبر صبرنا، وانت انسان مؤمن وصبور ولازم تكون قد هالمحنة. لا تستسلم لهاي الظروف الصعبة وتخليها تهزمك، خليك متماسك وقوي مثل معرفتك دائما. لازم سارة تشوف فيك الرجال يلي فيها تعتمد عليه بالمستقبل، لا تخليها تلمح بعيونك الضعف أو الاستسلام. رح وقف جنبها وما رح أتخلى عنها بنوم. بكفيها يلي مرقت فيه من قبل، تعذبت كتير. أنا حابب عوضها عن الأيام الصعبة يلي مرقت فيها ونسيها كل الماضي.
رح أعمل كل جهدي لتعيش سعيدة، والأهم تحس بالأمان وهي عايشة معي. الله يقدرني. آمين. إن شاء الله الأيام الجاية رح تعوضكم، ورح تفتحوا صفحة جديدة وتنسوا هاي الأيام الصعبة يلي عم تمرقوا فيها، وتعيشوا مع بعض وتعملوا عيلة حلوة، ولسه الحياة قدامكم والأيام الجاية إن شاء الله أحلى. أهم شيء إنك تضلك مآمن إنه بعد الضيق بيجي الفرج، وقد ما داقت فينا الدنيا رب العالمين رح يعوضنا وما رح ينسانا من رحمته. الصبر يلي أنتوا صبرتوا أكيد جاي بعده أيام أحلى، رح تعوضكم عن كل شيء. المهم إنك تصبر وتخلي إيمانك قوي، لأنه هي المحنة يلي أنتوا فيها اختبار لصبركم. بس تمروا إن شاء الله رح تفرج أموركم ورح تعيشوا الحياة يلي بتتمنوها. حطوا ببالك إنه بالنهاية شو ما صار أكيد رح يكون خير. الله ما عنده غير الخير. برجع بقلك يلي عم تمرق فيه هو امتحان من رب العالمين، وانت اكيد رح تكون قده. كنت جاي لعندك متضايق ومخنوق كتير، بس عن جد حكيك ريحني وخلاني اهدى. الله يطول لنا بعمرك. الله يحميك ويعطيك على هوانيتك. تعرف شو هلا خطر ببالي؟ بكرة اعزمكم كلكم لعندي، جيبون وتعوا قلن الريس كامل عازمكم. بلكي بهالحالة إذا علي شافكم كيف متفاهمين ومبسوطين مع بعض ممكن يلين شوي ويحن قلبه، يعني بلكي بيرضى وبتنحل القصة. ماشي تمام، اليوم بخبر علي وسارة مشان العزيمة، وإن شاء الله بصير خير. إن شاء الله. علي منيح اني شفتك هون، لانه مشغول بالي عليك. كيف صرت منيح؟ ايه منيح. انت مرضان شي؟ مبين مو على بعضك. ما فيني شي، قلت لك منيح. انا هلا مضطر روح، عندي شغله مهمه، بعدين بشوفك راويه. علي لا تاخذ الامور بعصبيه، انت بتعرف قديش الاستاذ سليم بيحبك وبيعزك. صدقني علي انتو رح تكونوا سوا عائلة كتير حلوة ومتفاهمة. شوف انا واخي كيف عايشين، امي توفت وبابا مو فاضيلنا. ما في احلى من انه يكون عندك عائلة تهتم وتعتني فيك. لا تكبر الموضوع، وهي قدامك اللي صار مع فكرة، عصب وغلط بس لانه امه قررت تتزوج، وبعدين طلع الزلمة اللي اختارته كتير منيح وعاملهم مثل ابوهم. بس فكرة ما عنده أب يا راوية، أنا عندي، عندي أب. أنا أبي عايش. شو هدو؟ بعت لك ياهم فكرة، قال هي غلة المحل اليوم، لو تشوف كيف قاعد عم يشتغل بالمحل مثل كأنك أنت موجود، ما خلى الشغل يتعطل، عم يشتغل من قلبه. إيه معناها يلا ساعديني لروح على المحل. بشو غلط لتروح لعنده؟ قلي ليش لتروح تحسين؟ لا تخافي طولي بالك، بدي روح رجعه لحتى يعيش هون. عن جد عم تحكي؟ رح ترجعه يعيش بالبيت؟ يعني أنت سامحته؟ سامحته طبعا. الله يخلي لنا ياك فوق راسنا، هاد أحلى خبر بسمعه بحياتي. الله يرضى عليه ويوفقه، صار الوقت انه ننسى الماضي. رح اتصل بالاستاذ سليم مشان بشره انه تصالحنا. ايه اتصل. اهلين سيد تحسين. الو كيفك؟ انا قررت انسى الماضي وسامح فكرات. عم تحكي عن جد؟ كنت متأكد أنك رح تعمل هيك، لأنك إنسان طيب وقلبك كبير. تسلم. شكراً كتير لك.
السلام عليكم، يعطيك العافية. وعليكم السلام عم كريم، أهلا وسهلا. أهلا فيك. خير؟ لسه ما صار وقت الصلاة؟ بصراحة أنا اشتريت شوية أكلات طيبة. يسلم إيديك، عزبت حالك. بس أنا ما عادت أكلت هيك شغلات. إيه بس أنا ما اشتريتهم لإلك. طيب لكن لمين؟ يعني أنا اشتريتهم وقلت لحالي بلكي بتعطيهم لهالولاد. أنا برأيي أحسن إذا أنت عطيتهم ياهم. أنا بعرف أني غلطت معهم وكسرت بخاطرهم. يمكن الواحد منا وقت يكبر بيصير خلقه ضيق وبصير يعصب بسرعة كمان. إذا بدك منروح مع بعض، منعطيهم الأكلات وبتنحل القصة. بس أنا خايف إذا شافوني ما يرضوا ياخدوهم، أكيد بيكونوا زعلوا مني. لا عم كريم، هدول بيضلوا ولاد، بيزعلوا وبشغلة صغيرة بيرضوا. يلا تعال منروح أنا وياك ومنعطيهم الأكلات. يلا خلينا نمشي. يا رب. تفضل. تفضلوا. كان المحل كتير مكركب، بس أنا حاولت ورتبته على قد ما بقدر. هذا الرف عم يهز شوي، إذا بتحب أنا فيني ثبت لك يا ببراغي. يلي أنت بتشوفه صح ساوي، بس مو اليوم. اليوم أنت تعبت كتير وهلأ رح ترجع معنا لحتى ترتاح، وبكرة كل شي بيتصلح. شو قلت؟ موافق. الله يحميكم ويخلي لي اياكم. ابني يلا نمشي، يلا يلا على بيتنا، يلا خلونا نمشي. يلا تفضل تعال ابني. علي هاي انا هاجر. ليش علي مو هون؟ ما قلك وين رايح يعني؟ طولي بالك، بيكون راح لعند حدا من رفقاته وهلأ بيرجع. ايه وبركي ما رجع؟ رح دقله لأطمن. سارة حاجة تخنقيه وتضغطي عليه، وين بده يروح يعني؟ لو ما بده يرجع ما كان إجا قبل شوي. الحق معك، بس أنا خايفة هالمرة ما يرجع. بيرجع بيرجع، أنت لا تخافي. هلأ طمنيني جابر شو قلك؟ أكيد جنه عصب عليكي، بس ما يكون سمعك شي وضايقك. ما قال ولا كلمة هاجر، قال الله يهنيكم وسكت. كيف يعني؟ جابر قالك الله يهنيكم بعد ما قلتي له كل شيء؟ مو معقول إنه جابر يتقبل بهاي البساطة. ما بظن، مو معقول تكون هاي ردة فعله، أكيد عم يخطط لشي شغلة. وأنا هيك رأيي هاجر، أنا بعرف طريقة تفكيره ومتأكدة إنه مستحيل يتقبل الموضوع. يمكن يكون عم يخطط لي لشي مصيبة، بس أكيد بالسجن ما رح يقدر يأذينا، ما هيك؟ كل اللي بتمنى أعيش مع علي وسليم حياة هادية مثل ما بيعيشوا العالم كتير علي هاجر. إن شاء الله إن شاء الله شوية وقت وكل شي رح ينحل. وهي علي رجع على البيت وبعد فترة أكيد رح يتقبل الموضوع. أنتي خليكي متفائلة وإن شاء الله الأيام الجاية بتكون أحلى. ما بدي غرض بضل ساعة عم دور عليه. يعني فهميني ليش مغيرة محل الكاسات؟ قليلي ليش حطت يوم بالخزانة؟ مو انتي اللي قلتي لي شو عم يعملوا الكاسات عرف شو نسيتي؟ لهيك انا شلتون. ما شاء الله دائما جوابك على راس لسانك. يعني انتي ناوية تجننيني؟ شايفتيني مو متحملة كلمة وكل لحظة بتطلعي لي بقصة. طلعت انا بدي جننك؟ انتي يلي مدري شو صاير لك اسير، كل النهار عم تعصبي وتتفششي فيني وانا عم بتحمل واسكت. اخر شي بطلع انا يلي بدي جننك؟ شو لوين رايحة؟ لعند خالتي، بدي أعرف إذا صار معهم شي جديد. بسرعة بسرعة هربوا، إجا عمو كريم هربوا. شو
شفت مثل ما قلت لك، ليكن هربوا أول ما شافوني. أنا رأيي الأحسن أني أرجع، وأنت بتعطيهن الأكلات الطيبة، بتقلن أنه هدول من عمكن كريم لأني غلطت معهم، بركي ببطلوا يخافوا مني. طول بالك، صدقني بيكفي أنك حسيت بغلطك، وهلأ بالكلمة الحلوة بنحل الموضوع. ما في أطيب من قلب الولاد صدقني. يا أولاد تعوا لعندي، تعوا بدي لكم شغلة، تعوا. بعرف إنكم خايفين لأني خنقتكم وكسرت بخاطركم ومنعتكم تجوا على الجامع، بس أنا هلأ إجيت لأعتذر منكم. اطلعوا إنتوا حبابين وقلبكم طيب، وأكيد رح تسامحوا عمكم كريم. جبت لكم معي كمان أكلات كتير طيبة، يلا تعوا مشان تاخدوا الأكلات. يلا يا حلوين حبيباتي، باكلن أنا. ها شكلهم لسه خايفين مني، هاي حاولت حاكيهم وراضيهم بس هن شكلهم مو راضيانين. طلع ليكن اجوا، تعالوا يا اولاد تعالوا. تعالوا لعندي بسرعة. شفت مشي الحال. ايه تفضلوا خذ هاي. شكرا. الله يرضى عليك ابني، الله يحميك يا ابني، تفضل. شكرا كثير عمو. العفو، صحة وهنا، الله يحميكم يا ابني. يلا الله يرضى عليك حبيبي. تعال يا روحي، ليش لساتك واقف؟ يلا تعال، يلا تفضل ابني، تفضل. صحة وهنا. لا تخافوا مني، أنا غلطت وعصبت عليكم وبعرف إنكم زعلتوا مني، بس هاي إجيت لعندكم لراضيكم. ونحن آسفين عمو. تمام، لحظة، خدوا هالأكلات اللي بقيوا تقسمون، خدوهن. صحة. الحمد لله. يا سلام، وهي انحلت القصة، الله يجزيك الخير. هذا كله بفضل الله وفضلك. أكيد القصة بدها تاخد وقتها، ونحن لازم نطول بالنا. شفتي اللي صار مع فكرة؟ كان في مشكلة مع عيلته، وهي ليك انحلت ورح يرجع يعيش معهم كمان. انبسطت لهم كتير عن جد، يا ريت نحن كمان. ما في شي مستحيل سارة، بإذن الله شوية وقت وكل مشاكلنا بتنحل وبتخلص هاي الفترة الصعبة، لأنه نحن نوايانا نظيفة وبحياتنا كلها ما أزينا مخلوق. لبين ما تمر هالفترة لازم نتحمل ونصبر، لأنه نحن مشكلتنا مو بس علي، مشكلة كمان عيلتك، لسه ما منعرف شو هي ردة فعلهم. كنت بدي حاكيكي مشانه، بما أنه علي عرف صار الوقت لحتى هنن يعرفوا كمان. بظن خالي شكران ما رح ترضى، ولا حتى عمو عثمان، مو حابة يكون سبب بمشكلة بيناتكم. مثل مو علي غالي علي كتير، انت كمان كتير غالي على أهلك. سارة، نحن قررنا أنه نكمل حياتنا مع بعضنا، وهالشي من حقنا. المفروض أنه أهلي يفرحوا لي لما يشوفوا قديش اللي بيناتنا حقيقي وحلو، أكيد رح يتقبلوا القصة ويحترموا قراري. علي؟ بعد إذنك حابب أحكي أنا وعلي شوي لحالنا. إيه بس سليم، أنا طمني، ما في داعي إنك تقلقي. تفضل. عثمان بترجعك؟ حكي لي بقى مع ابنك. لسه كل الوقت لاحق سارة ولازق فيها. المخلوقة جوزة موجود ولساته عايش، وعندها كمان ابنها الشاب. لازم تحكي مع سليم وتفهم منه شو عم يفكر وشو قصته مع هالمرة، أحسن ما حدا يفكر بشي غلط.
والله ما حدا مفكر بشي غلط غيرك انتي، لك مو حلوة، عيب عيب. عيب علي أنا؟ كل ما طلعت من هالشباك بلاقي سليم عندها، برأيك هالشي صح يعني؟ خليك قاعد ومرتاح وبكرة بتشوف. أنا واثق بابني سليم، شكراً. شو ما كان يلي عم يعمله فأنا رح أكون جنبه. طوعتك بقصة أسيل وسمعتك، ولما سليم قال هالبنت ما بتناسبه وقفت ضده وما سمعته، بس طلع معه حق. لهيك هالمرة ما رح أرجع أغلط وأسمع منك وأظلمه للصبي. مثل ما بدك، لا ترد علي ولا حتى تاخد بحكي، بس لما تنحط بموقف وتصير العالم تحكي عليه شوف وقتها إذا رح يضل رأيك هيك ولا حيتغير. أنا يلي عندي قلت لك إياه، وبرأيي أنت كمان لازم تتركيهن وتشيليهن من بالك. تركيهن، ارتاحي. أول شيء أنا بدي أتشكرك لأنك كنت واعي ورجعت على البيت. ما عندي نية أخذ مكان أبوك، لأني بعرف قديشه غالي عليك. أكيد مو هدفي كرهك فيه ولا بعدك عنه أو فرق بيناتكم. كل يلي بدي إياه أني يكون شخص قريب منك ونرجع مثل ما كنا. اسمع همومك وساعدك وترجع توثق فيني. زعلان مامي يطلع بوشه ومام يحكي ولا كلمة. قلت لك طولي بالك، هي قاعد عم يسمع له وهذا الشي لحاله منيح كبداية. كأنه ما زبطت معي، شكلهم قدروا يأثروا على حالي. لو تعرف قديش أمك انبسطت برجعتك على البيت، ما عندها بكل الدنيا أغلى منك. أمك عايشة كرمالك علي، أنت حياتها كلها وكل شي عملته بحياتها عملته كرمالك أنت. نحن الاثنين بتهمنا سعادتك، مستحيل نخطي خطوة من دون موافقتك. خلصت؟ هاي الفضيحة ما عاد تلم غير بالدم. راح تخلص عليهم اثنيناتهم وترجع على بلدنا، وأنا بخبرها لبوران وبقول لها إنك جاي لعندها. انهي الموضوع يا علي، حاسبهم على عملتهم ودفعهم الثمن. هاي بتتسمى قضية شرف يا علي، والجريمة الوسخة اللي عملوها لازم تكلفهم روحهم. شو عم تقولي؟ مين تصالح مع مين؟ مين بده يكون؟ طبعاً علي صالحن ومشي الحال. عن جد صالحن؟ طيب اهدي وفهميني شو يلي صار. كيف صالحن؟ خالتك قالت لك؟ خالتي لسه مدريانة بالموضوع، لك أنا يلي شفتهم بعيوني. علي وسليم قاعدين عم يحكوا ولك أنه صاير شي. أنا حاسة حالي رح أجن، كل شي عملته ما أثر فيهن. ايه خلص لا تعصبي، اهدي. كيف بدك يعني معصب؟ عم قلك شفتهم مروقين وعايشين حياتهم.
ايه واذا عصبتي شو رح تستفيدي يعني؟ اصلا كل شيء صار ووصلنا له هو من ورا جنانك، لو من الاول سمعتي مني ما كنتي قاعده عم تبكي. صراحة سكوته لعلي عم بيخوفني، ما عم يحكي ولا كلمة لأفهم شو رأيه، أصلاً حتى ما عم يطلع من الغرفة. سكوته بهالمرحلة شي منيح، معناتها عم يفكر بجدية وعلى رواق. بدك تطولي بالك، أهم شي لا تضغطي عليه وعطي وقته. إن شاء الله هذا اللي بتمناه. أنا متأكد سارة كل شي رح يكون مثل ما بدنا. ياما من قبل مرقنا بأيام كتير صعبة وطلعنا منها، يعني رح يجي يوم وحلمنا يصير حقيقة. سليم خايفة ما نقدر نحقق حلمنا. رح نقدر، كل ما لنا عم نقرب فترة صغيرة وهالحلم بصير حقيقة صدقيني. ما عندي نية أخذ مكان أبوك لأني بعرف قديش غالي عليك. أكيد مو هدفي كرهك فيه ولا بعدك عنه أو فرق بيناتكم. كل يلي بدي إياه أني يكون شخص قريب منك ونرجع مثل ما كنا، اسمع همومك وساعدك وترجع تثق فيني. هذا اللي اسمه سليم كان حاسب كل الموضوع وعم يخطط لك كل شي من البداية. هو اللي خطط لحتى يحبسني ليفضلوا الجو وياخدك انت وامك من بين ايدي. يعني بدك تتركهم هيك عادي يرفدوا بعملتهم؟ ها؟ هدول طعنونا بظهرنا، عم تفهم؟ انا محبوس هون من ورا هذا الزلمه. معقول ما تدفعوا ثمن اللي عملوا فيني؟ بكفي بكفي بقى.